السلام عليكم. هؤلاء الأشخاص صنعوا ثروتهم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بليكوس. أن تصبح ثريا ومشهورا لم يعد أمرا حصريا على أولئك الذين يعيشون في لوس أنجلوس أو فلوريدا أو في أغنى وأرقى المدن في العالم، أو أولئك الذين لديهم موهبة بارزة في التمثيل والغناء والإنتاج، أو لديهم صلات كبيرة في هذه الصناعة. يمكن للتفاهة أحيانا أن تصنع منك نجما مشهورا، ولكن لا تعول عليها لتصنع أمجادك، فقد تجعل منك وضحكة للجميع. لقد حقق الكثيرون ثروتهم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، ومعظم هؤلاء الشباب لم ينهي حتى دراسته الجامعية ولم يستغرق سنوات لتحقيق النجاح، ومع ذلك فقد حققوا النجاح. فما السر وراء ذلك؟ رجاء شاهد هذا الفيديو حتى نهايته، وستتمكنوا من معرفة سر نجاح هؤلاء، كما ستتمكن من الاطلاع على عدد مهم من الحقائق المذهلة والتي ومن دون شك ستغير نظرتك لوسائل التواصل الاجتماعي. والآن إليك هذه القائمة من أغنياء وسائل التواصل الاجتماعي والتي اخترناها لك بعناية فائقة. لنتابع. يويا، الاسم الحقيقي هو ماريان كاستريخون من المكسيك، وسيلتها في تحقيق المال هو اليوتيوب. بدأت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما في إنشاء مقاطع الفيديو الشهيرة الخاصة بها في عام 2010 حول التجميل والمكياج والأزياء والاختراقات اليدوية. لقد حولها صوتها الحاد وحركاتها المبالغ فيها إلى ضجة كبيرة على يوتيوب في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية، وتمكنت من خلق زلزال على منصة اليوتيوب من خلال أكثر من 14 مليون مشترك وأكثر من 1 مليار مشاهدة. نعم، 1 مليار مشاهدة، وهي المعطيات التي جعلتها تصنف حاليا كواحدة من أكثر القنوات اشتراكا في العالم. ولا يفوتني أن أذكر أنها استغلت شهرتها أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بمشاريع تجارية أخرى مثل صفقات الكتب والرعاية. ووفق المجلة إيلي ماجازين، تجني كاستريخون حوالي 41 ألف دولار شهريا من خلال عمل جاد ومفيد وليس من خلال روتيني اليومي وقنوات التفاهة. بوينا سويرتي كاستريخون. ولنبقى في المكسيك، وهذه المرة مع فيغفيغ تومورو، الاسم الحقيقي جابرييل مونتيل من المكسيك. الوسيلة التي حقق بها ثروته هي اليوتيوب. كان جابرييل مونتيل جو تشيريز معروفا بالفعل في موطنه المكسيك كلاعب خط الوسط الدفاعي لفريق مورسي لاغوس لكرة القدم، ومع ذلك فمن المحتمل الآن أنه معروف بشكل أفضل بأنه صاحب برنامج فيغفيغ تومورو على يوتيوب. أنشأ القناة في فبراير 2007 ولديه الآن أكثر من 10 مليون مشترك على يوتيوب، مع عدد إجمالي يزيد عن 1.4 مليار مشاهدة فيديو. لقد أطلق العنان لنفسه ليكون أحد أكبر أسماء الإنترنت في أمريكا اللاتينية والعالم. حاولنا التعرف على دخله، ولكن الأمر يكاد يكون مستحيلا بفضل عقد السرية الذي يربطه مع جوجل، اللهم لا حسد. ومع ذلك فقط ضع في اعتبارك أن لديه عدد مشتركين أقل من يويا التي تربح أكثر من 41 ألف دولار شهريا وعدد المشاهدات أكثر منها. دعنا نقول فقط أنه يستطيع الآن الجلوس والاسترخاء وبيده كأس شاي أو كأس عصير ولديه الكثير من المال للقيام بكل ما يريد. سيكون من الرائع أن أكون فيغفيغ تومورو. والآن لنسافر إلى الشيلي، فلدينا موعد مع هولاسوي جيرمان. هولاسوي جيرمان اسمه الحقيقي هو أليخاندرو غارمينديا أرانيس من الشيلي. الوسيلة التي حقق بها أرباحه هي اليوتيوب. أولا بوناس دياس أميغو. هذا الرجل الشيلي المضحك هو ملك يوتيوب في أمريكا اللاتينية، لديه أكثر من 24 مليون مشترك وأكثر من 2 مليار مشاهدة. هذه أرقام كبيرة، أليس كذلك؟ نعم، الأمر كذلك حتى بالنسبة لراتبه. وبحسب صحيفة الواشنطن بوست فإن السيد جارمانديا يكسب حوالي 1.2 مليون دولار في السنة. نعم بالتأكيد، وهو يبلغ من العمر 25 عاما فقط. قناته على يوتيوب هي ثاني أكثر القنوات اشتراكا في العالم، وستندهش عندما تكتشف أنه اشتهر على الفور تقريبا بعد تحميل مقطع الفيديو الأول له في عام 2011، وذلك بعد عامين فقط من إطلاقه لقناته. والآن ماذا تنتظر؟ أنت أيضا يمكنك النجاح، فقط كن جادا وشغل الجمجمة. وفي انتظار ذلك ننطلق إلى فرنسا. بونجور شيخ أمي جيروم جار. الاسم هو جيروم جار من فرنسا. الوسيلة التي حقق بها ثروته هي باينس وسناب شات. جار كان ناجحا بالفعل حتى قبل أن يصبح نجما على وسائل التواصل الاجتماعي. في 19 من عمره
ترك كلية إدارة الأعمال وانتقل إلى الصين، حيث بدأ العديد من الشركات التي أصبحت ناجحة من خلال أرباحه. انتقل إلى تورونتو ليبدأ بداية جديدة أخرى في مجال البرمجيات، وهنا بدأ في عمل فاينز باعتباره شيئا جاذبيا. بعد فترة وجيزة من بناء قناته، أصبح مقطع الفيديو الخاص به بعنوان لا تخافوا من الحب فيروسيا، مما جعله يظهر كضيف في برنامج The Ellen Show. وبعد تجميع أكثر من 7 ملايين متابع على فاين، بدأ قناته على سناب شات والتي أصبحت أيضا ناجحة. يحصل على 25 ألف دولار من فاين برعاية و 35 ألف دولار على سناب شات. And now let's go to the United States of America لنلتقي مع قناة رومان أتوارد، اسمه الحقيقي رومان أتوارد، من الولايات المتحدة الأمريكية، يحقق نجاحه من اليوتيوب. سرق هذا المخادع الأمريكي الملايين من الضحكات من الناس في جميع أنحاء العالم، وحقق له ملايين الدولارات في هذه العملية. بدأ الشاب البالغ من العمر 32 عاما في التصوير وإنتاج مقاطع الفيديو عندما كان في المدرسة الثانوية، ومع ذلك لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2010 عندما قرر متابعة شغفه بالكوميديا وبدأ قناته على يوتيوب، حيث سرعان ما اكتشف الشهرة والثروة. لديه حاليا أكثر من 7 ملايين مشترك، وتم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من 1.1 مليار مرة. ثروته تقدر بأربعة ملايين دولار. واو، that's awesome. والآن لنلتقي ببريتني فورلان، الاسم الحقيقي برايتني فورلان، من الولايات المتحدة الأمريكية. وسيلة التي حققت بها النجاح هي فاينز. تشتهر هذه الجميلة البالغة من العمر 29 عاما على نطاق واسع بكونها النجمة الأكثر متابعة على منصة فاين، وذلك بفضل 9.7 مليون متابع لها. لم تنتظر فورلان أن يعطيها شخص آخر شهرتها قبل أن تصبح نجمة فاين. حاولت اقتحام التلفزيون، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، غير أنها لم تستسلم، وإنما حاولت أن تستعمل موهبة الطبيعية في الكوميديا، والتي جلبت لها ليس فقط اعترافا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا اعتراف من الأسماء الكبيرة في صناعة الترفيه. تعمل حاليا على تطوير عرض كوميدي تخطيطي من إنتاج سايث جرين، تقدر ثروتها الصافية الحالية ب 2 مليون دولار. من يحتاج إلى التلفزيون عندما تحقق هذا القدر بمفردك باستخدام مقاطع فيديو مدتها 6 ثواني فقط؟ إلى الجحيم أيها التلفزيون. والآن الحظ باللغة الصينية هو وبالعربية لا تنسى أن تجرب حظك أنت أيضا، كما لا تنسى الاشتراك في القناة ليبقى التواصل بيننا. دمتم مبتسمين، وتذكر حظ سعيد. وبالصينية توني هاويان، إلى اللقاء.